ضيفتنا رح تنضم إلنا أسبوعياً كل ويكند للحديث عن صورتنا وكيفية تحسينها شكلاً ومضموناً. معنا على البلاتو خبيرة المظهر والصورة ميسا عساف. أهلا وسهلا فيكي، نورتينا فيك ورمضان كريم عليك وعلى الجميع. رمضان كريم إن شاء الله. ميسا رمضان كريم. ميسا، خلينا نحكي قدي ممكن نستغل هالمناسبات كرمال نحقق التغيير الذاتي. حلو، مثل شهر رمضان الفضيل. أكيد الهبة هو أي وقت أنت بتقرري أنك تبدي تغيري بحياتك، عندك الفرصة أنك تغيريها، بس بهيدا الشهر بالذات بيعطي حافز روحاني ونفس الشيء جسدي لإلك أنت ترجعي تنظمي أمورك. يعني إذا بدك تفوتي بعادة جديدة بلايف ستايل جيد، تتحدي مع ذاتك، ترجعي تكتشفي حالك من جديد، هيدي فرصة أنه أنت بعد هالشهر تكوني قطعتي مرحلة بتعرفي أنت بدك 3 أسابيع لتغيري عادة. سو إذا أنت عندك شيء مخربط شوي ومعجوقة وما قادرة ترجعي تتحدي مع ذاتك، هيدا الشهر بيعطيكي هيدي الفرصة أنه بعدها أنك تكملي العادة جيدة أنت كنت بتحبي تعمليها وبتكملي فيها. نعرف انه البراندنج هو الواحد يعمل قيمه لعلامه تجاريه، يعني مثل البيرسونال براندنج. اليوم اذا مبسطها اكثر هي البيرسونال براندنج على الصعيد الشخصي، كيف بيصير وشو هو البيرسونال براندنج؟ اللي هو بالعربي العلامه التجاريه الذاتيه او الفرديه، هو كل شيء مثل انت كيف بتترجم هالعلامه من خلال امور كثير بنحكي فيها، يعني هي بتعكس صوره عن حالك، هيدي منسميها البيرسونال براندينج. انت مين؟ شو الفيجن تبعك؟ شو الرؤية تبعك بالحياة؟ شو بتعمل؟ شو الألوان اللي بتحبها؟ كيف بتمشي؟ كيف بتحكي؟ طريقة لبسك، الاتيتيود تبعك، البيرسوناليتي تبعك، البادي لانجويج، كيف تتحرك، كيف بتصمت، كيف بتحكي، أي ساعة بتحكي، توناليتي صوتك، هيدا كله بيلعب دور بتكوين صورة مهنية واجتماعية منسميها البيرسونال براندينج. طب كيف الشخص بالعادة بيبلش تغيير بحاله من الداخل إلى الخارج ولا العكس ولا الاثنين مع بعض؟ أول شيء لتنجحي تكوني صورة اجتماعية أو مهنية لقلك اللي هي مننتقل فيها للبيرسونال براندينج، بدك تكتشفي ذاتك أنت مين. أول شيء بدك تكوني بدك تعكسي صورة الصحيحة عن حالك، صادقة من إلا تو ألاين مع الترو سيلف تبعك. لما بتعرفي أنت شو بدك من هالدنيا بتصيري أنت تقدري تعكسي شخصيتك لبرا. هون الصورة أو البيرسونال براندينج تبدي ترجمي على الأرض بشو؟ بطريقة البادي لانجويج، بطريقة لبسك، بطريقة حكيك، حتى كيف بتحركي إيديك بمهنتك، كل هيدا بيعطيكي صورة منسميها البيرسونال براندينج. فيك تبدي فيها يوم اللي أنت بتقرري أنا خلص بدي صير براند بحد ذاته، فيك تبدي فيها من أي لحظة. كيف فيني ابني البيرسونال براندينج يعني الخاصة فيه؟ مثلا بدنا نعطي اكزامبل محمد، يلا هتا هيك فور فري هلا يا هلا يا هلا كونسلتيشن فور فري يلا محمد. اول شيء بدنا نكتشف وقف لا خليك قاعد لا والله بوقف ارتاح شوي شوي. اول شيء بدنا نشوف انت محمد شو شو الرؤية تبع انت شو بدك، يعني شوي ضبابية تما نقول الرؤية لما تضيع ونكون عملية على الأرض. أول شيء بدنا نعرف، أنا بدي أسألك السؤال، انت شو بدك من البيرسونال براندينج؟ يعني انت شو الصورة بدك تعكسها للعالم؟ في كذا بننقي منهم، مثلا تكون بدك تقول انه انت مثقف، انت ستايلش، بتحب الفاشن كمان، انت انسان جدي بشغلك، انت قدوه للي بعمرك، whatever it is. انا بدي طلع كل الانايات اللي فيي. اكزاكتلي بدنا نعدهم، لما بنعدهم كل ماي بيلرز لما بنعدهم وبنعرف انت شو بتقول، شو الرؤيه اللي بدك الناس هي يعني تحددها مزبوط، هو المنتل ايمج، الصوره الذهنيه اللي بترسمها انت عن حالك للناس. فيك يعني تغيريها اذا رسمت صوره معينه، فيني بعد فتره غيرها بتكون ما اوكي الكونسستنسي نو الكونسستنسي يعني الاستمراريه بالصوره دائما هي كي، يعني المفتاح نجاح انك انت تكون براند بحد ذاته. اوكي رح اعطيك اكزامبل انت جاوب، اذا بقول مارلين مورو او ستيف جوبز او مثلا اوبرا وينفري، هلا انا عم بقولهم شو اول صوره بتجي على راسك؟ صح، في صور مارلين مونرو، في صورة الإغراء، الجمال مثلا، أوبرا، الثقافة، ستيف هارفي ضحكت مثلا، مثلا شعراته ضحكت، أو أوبرا أي ثقافة مثل ما قلت، بحس أي ثقافة ومعاناة بتحطها طيب مع بعض. هيدي الصورة الذهنية اللي هن رسموها لإلنا بأذهاننا، كيف رسمت؟
مومنتس على التي في استمرارية. يعني انت بكل البلاتفورمز على التي في كان في، اذا بتنتبه لمارلين مونرو، مارلين مونرو ضلت لابسه تقريبا نفس ستايل، نفس الميك اب، في ميك اب لها، في ستايل لها، في غنجة الغنج تبعها عملت براند لحالها. أوبرا وينفري كمان نفس الشيء، أوبرا نفس الشعر، نفس الهيدا، وقتها بتقول في صورة ذهنية رسم فرضتها علينا نحن بنعرفها، هيدا اللي بنشتغله معك مع هيبة مع أي شخص بده يكمل. السر تبعها الاستمرارية، ما فيك أنت اليوم تكون محمد الجد whatever it is اللي بتنقي الهوية اللي بدك إياها، تاني يوم تقطشها بتكسرها بتضيع العالم وما بتوصل للي بدك إياه. طب يعني في معايير مثلا معينة من خلالها ممكن تقييم البيرسونال براندينج الخاص فينا؟ إذا بدنا نقول نحن بدنا نشتغل عن بيرسونال براندينج لهيبة، أوكي، بيجي بلاقي هيبة، أول شيء بنشتغل على البيرسوناليتي تبعك، على شخصيتك، الاتيتيود تبعك. في فرق بين الشخصية وبين الاتيتيود، الاتيتيود أو الاتيتيود تبع الشخص هو ردة الفعل تبعك مع المواقف، يعني كيف أنت، هل تستفزي؟ تستفزي، هل كيف تحكي، كيف بتتعامل العالم، هيدي ما حدا في علمك إياها، هيدي انت بتخلق معك. ما في ناس بنقول عندهم اتيتيود ما بتتهذب، هي بتتهذب العادات بلا. اذا انت حبيتي يعني حدا عطاك كومنت وبدك تحسنيها، واحد بده يشتغل على حاله على الاساس عليها اللي فيه، هيدي بتكون شخصيه. في شخصيه اسمها هبه، بنرجع بعد شخصيه هبه في البادي لانجويج، يعني لغه الجسد اللي هي اللغه الغير محكيه. هون بالبيرسونال براندينج كيف لما بدنا نحط بموقف معين، ماي اتيتود اللي هو بيكون اني او بيكون جزء بعده رو مثل ما بيقولوا، بعده هو هيدا عن الفطره، كيف انا فيني هزبه لحتى ما يكسر البيرسونال براند تبعي. الببليك فيجرز والرؤساء والناس اللي هي بتطلع على ستيج وعلى تي في ابييرنسز، في كوتشز معهم بيدربوهم لردات فعلهم، خصوصا لما بيشتغلوا شأن عام، ما فيها تكون عشوائيه، بدها تكون مدروسه. طبعا بنكمل لتكون جاهزه، اللي هو الشعر، الميك اب، اللباس، تكون طريقه مظبوطه. والاهم من هيك شو كنا عم نحكي عنه، الصوت. يعني مش بس الصوت، امتى تسكتي وامتى تحكي. شفتي هيدي الفرق بين انك تصمت وتحكي، هيدي هي اللعبه كلها، لانه السكوت بمحلات معينه اقوى من الصمت، اقوى من الحكي بالوقت الصح. انت في ناس اللي بتحكي 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 وعم تطلع صوتها مش بيكون مش عميق، ما بيلفتك، بينما انا عم بحكي بوقف برجع بكمل حديثي، انت بلقطك. هيدي الكمشه هي اللي بتعطيكي كمان حضور، توناليتي صوتك، خامتك. بدنا نشكرك كثير على المعلومات اللي شاركتينا اليوم. خلصت للاسف فقرتنا معك بسرعه اليوم، بس اكيد عنا لسه كثير مواضيع شيقه ومهمه رح نحكي معك فيها بالحلقات الجايه. شكرا لك. شكرا.